وافق مجلس النواب خلال جلسته السادسة المنعقدة يوم أمس من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وتم تكليف مكتب المجلس بإدخال التعديلات اللازمة وفقا للملاحظات المقدمة من أصحاب السعادة النواب ورفع الرد إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي عضو مجلس النواب. سعادة النائب، أهلا بك في نشرة الثالثة، وماذا يمثل لكم الخطاب الملكي السامي كمجلس نواب؟ شكرا لك أختي الكريمة. طبعا بصفتي رئيس اللجنة رد الخطاب السامي، الخطاب السامي يمثل لنا خارطة الطريق. نستمد طبعا احنا دائما من جلالة الملك حفظ الله ورعاه الإلهام ونتدارس خطاباته السامية لما ترسم لنا من خطوط عريضة تصبو الهدف وتحاكي الحاضر والمستقبل. نلتمس دائما من خطابات جلالة الملك حفظ الله ورعاه الرؤية الحكيمة في ظل حكمته السديدة. طبعا استهل جلالته خطابه السامي بالتأكيد على ترسيخ تقاليدنا رصينة التي تميزت بها تجربتنا الوطنية ضمن مسيرة النهضة المباركة، مثمنا جلالته الجهود المتواصلة للأزمة الصحية الطارئة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، تضافر جهود الطواقم الطبية في الصفوف الأمامية طريق البحرين والذي يشهد له بالتطور المستمر لبرامج عمل الحكومة وتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي واستدامة الموارد والثروات الوطنية وتسخير أحدث الممارسات الإدارية والتقنية ورفع الكفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي والارتقاء المستمر بالكوادر الوطنية والعناية بقضايا الشباب البحريني وتمكين المرأة. طبعا استذكر جلالته تضحيات الباسلة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مباركة جلالته السامية لبرنامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها انسجاما للتجارب الإقليمية وتحقيق القوة الدفاعية الداعمة للاستقرار في المنطقة. تناول طبعا خطاب السامي ما تطمح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعافي اقتصادنا الوطني في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة للاستهداف للاستفادة من الفرص وتعزيز التنافسية، ثم دعوة جلالته جميع أصحاب الأعمال إلى اقتراح المزيد من أفكار ومبادرات للنهوض بقطاع الاقتصادي الشامل. طبعا احنا كمجلس النواب تدرسنا الخطاب بشكل مستفيض لما يمثلنا لنا مثل ما ذكرت سابقا من خارطة طريق مهمة، سنسعى جاهدين بكل ما نحمله من جهد لترجمة هذا الخطاب من خلال تشريعات وقوانين ومبادرات برلمانية ندعم فيها كل الجهود الوطنية التي ذكرها صاحب الجلالة في خطابه. وطبعا برلمان يسعى أن يكون هو دائما يعني عنصر أساسي وداعم وإيجابي في كل الجهود الوطنية. نعم، سعادة النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.